جميعنا يسعى ليكون ناجحاً متميزاً، فالمثابرة، التوفيق، الأمل، الطموح، التطلع والسعي كلها مفاتيح للنجاح. فرحلة النجاح جميلة ومثيرة وممتعة، يشعر بروعتها صاحب الإرادة. آمن بذاتك حتى وإن تركك الجميع، لا تستسلم بسهولة، فالحياة لا تحب الضعفاء. انهض بعد كل سقوط، حاول مرة أخرى ولا تنكسر. اطمح أن تكون أفضل وكن واثقاً بكل خطوة تخطوها. احذف من حديثك وتفكيرك كل شيء سلبي. تخطى كل الصعاب، اطرق جميع الأبواب. وإن فشلت فغير أساليبك لا مبادئك. النجاح غالباً ما يأتي للذين يجرؤون للقيام بالأعمال، ونادراً ما يأتي للذين يخافون من النتائج. فطريق النجاح لا يخلو من القسوة، وكما قيل البقاء فقط للأقوى.